في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي الطلاب، طلبة الصف الرابع الابتدائي، نرحب بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية في الدروس المصورة بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة. الأهداف يتوقع من الطالب في نهاية الشرح: الهدف الأول أن يتعرف على المعاني والمفردات الجديدة بطريقة دقيقة. الهدف الثاني أن يستنتج الدروس المستفادة من النص استنتاجا صحيحا. التهيئة: عبر عن الصورة التي أمامك باستخدام أداة ربط مناسبة. الفتيات يقرأن القرآن مع المعلمة ثم يحفظن في بيوتهن. استخدمنا أداة الربط ثم في هذه الجملة للربط بين الجملة الأولى الفتيات يقرأن القرآن مع المعلمة ثم يحفظن في بيوتهن. جزاكم الله خيراً. والآن مع فقرة جديدة من درسنا الجميل آمنة الجيدة، جهودها في تعليم الفتيات. تبنت السيدة آمنة الجيدة مبدأ المساواة في التعليم بين جميع أبناء المجتمع القطري، وخاصة الفتيات اللاتي وجدت السيدة آمنة صعوبة بالغة في إقناع الأسر القطرية بضرورة تعليمهن. ومن أجل هذا المبدأ اتخذت من بيتها الذي تحول إلى ما يشبه المدرسة مكانا لتعليم الفتيات. ومع ازدياد أعداد الطالبات لم يعد البيت يتسع لهن، فاستأجرت بيتا آخر لتعلم فيه الطالبات. فاستأجرت بيتا آخر لتعلم فيه الطالبات، وبالمثابرة والعمل الدؤوب المتواصل تحقق حلمها بافتتاح أول مدرسة نظامية لتعليم الفتيات، وهي مدرسة بنات الدوحة، وذلك في عام 1955، وعينت مديرة لها. أكمل الجمل الآتية بحسب ما ورد في النص. أكمل الجمل الآتية بحسب ما ورد في النص: ألف، حفظت السيدة آمنة الجيدة القرآن الكريم في الكتاب على يد أحسن الشيخ حامد بن أحمد. السؤال رقم باء، كانت والدتها تشجعها على التعليم، أحسنتم، وحفظ كتاب الله، بارك الله فيكم. السؤال رقم جيم، أكملت آمنة الجيدة تعليمها حتى الصف السادس الابتدائي، بارك الله فيكم. دال، تعد مدرسة بنات الدوحة، أحسنتم،
أول مدرسة نظامية لتعليم الفتيات. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية: ما أبرز المؤلفات التي اطلعت عليها آمنة محمود الجيدة؟ أحسنت يا بطل، أحسنت. الكتب الدينية المتنوعة، بارك الله فيك، أحسنت. السؤال رقم باء: بما اشتهرت أسرة آمنة محمود الجيدة؟ اقرأ هذه الخيارات بصوت منخفض ثم أجب. أسمعك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. بالتمسك بتعاليم الإسلام، أحسنت، بارك الله فيك. الغلق، اذكر ثلاث صفات أعجبتك في شخصية السيدة آمنة الجيدة. أحسنتم، حبها للعلم وحفظها القرآن الكريم وجهودها في تعليم الفتيات. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، مع تحيات قسم اللغة العربية بمدرسة الأندلس، وإلى لقاء آخر في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.